الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، ويوجه بتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. مدبولي يعلن تشكيل خلية عمل لمتابعة أزمة وفاة الحجاج المصريين، ويعد باتخاذ قرارات حاسمة ومعاقبة الشركات التي رتبت لرحلات الحج غير النظامية. بلينكن وسوليفان يجتمعان مع مستشارين لنتنياهو في واشنطن، والبيت الأبيض يصف تصريحات نتنياهو عن تسليم الأسلحة الأمريكية بالمهينة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي. التوجيه الرئاسي جاء للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الحدث المؤسف. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، ذلك بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذلك دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها. وأوضح مدبولي أنه سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت بالفعل سفر هؤلاء الحجاج المتوفين بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى. أكد مصدر حكومي أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات. أوضح المصدر الحكومي أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن. تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وبعثة الحج الرسمية المصرية، ذلك للوقوف على أوضاع المواطنين كافة المتواجدين لأداء مناسك الحج. وتقوم فرق العمل القنصلية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، والعمل على مطابقتها مع بيانات المواطنين الذين
أبلغوا ذويهم عن فقدهم أو أبلغ ذويهم عن فقدهم والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلا عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي. في إطار تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية، وجهت الوزارة مأموريات لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف المحافظات لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتوزيع ملابس العيد والهدايا العينية عليهم وتنظيم بعض الاحتفالات والجولات الترفيهية لهم. استمرارا لدور وزارة الداخلية في دعم كافة الفئات بخاصة الأيتام، وجهت الوزارة مأموريات من الضباط من مختلف مديريات الأمن إلى دور رعاية الأيتام لتقديم الدعم والمساندة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر هنا. زيارة النهاردة فرقت جدا مع الأولاد بالألعاب اللي هم جابوها والقعدة معاهم، طبعا دي بتفرق في نفسيتهم جدا جدا جدا. نشكر الرئيس جدا على كل المبادرات اللي هو بيعملها، سواء في المشاركة المجتمعية أو في مع الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة الضباط جم وفرحونا وجابونا ألعاب، وكل يوم عيد بيجونا وفرحونا. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنحبه جدا، وهو دايما مهتم بينا. المأموريات قامت بتوزيع هدايا على الأطفال الأيتام، وهو ما أدخل الفرح في نفوسهم وزاد من شعورهم ببهجة العيد وأجوائه، وثمنوا غاليا ما تبذله وزارة الداخلية من جهود على الصعيد الإنساني لدعمهم على مدار العام. بنشكر السادة ضباط وزارة الداخلية على إدخال البهجة والسرور على الأطفال بدار الأيتام، كما عودونا دايما هم بيجوا في كل مناسبة بيدخلوا البهجة والسرور على الأطفال وبيشوفوا كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وده يعني بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنتوجه له بالشكر والتقدير على ما يفعلوه مع أولادنا في دار الأيتام. مشاركة وزارة الداخلية الأيتام بفرحة العيد امتدت إلى اصطحابهم إلى المحال التجارية وشراء ملابس العيد لهم. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر هنا. بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر هنا. مصر مبسوطة جدا ان الضباط جابوا لنا هدوم عيد، وبشكركم كونوا سنتوا طيبين. فرحانة قوي الضباط جابوا لي طقم العيد، وفرحانة قوي واخدنا كل حاجة واخدنا لبس العيد. شكرا لكم. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد، والقلب ما يريد واحنا بنحب مصر هنا. الاحتفالات مع الأيتام أخذت طابعا من الأجواء الترفيهية بعدما قامت الوزارة بتنظيم احتفالات متنوعة لهم بعدد من الأندية تفاعلوا معها وأبدوا سعادة كبيرة بهذا الاهتمام بهم. شاكرين جدا رئيس الجمهورية ان هو اخذنا وفسحنا وجاب للاطفال لبس للعيد، والاطفال كانوا مبسوطين جدا جدا. فسحنا ولعبنا وركبنا الباص، بسطنا وبنحب الرئيس وتحيا مصر. بنقول للرئيس كل سنه وانت طيب وتحيا مصر. وفي تقليد يعزز من فخر الايتام ببلادهم، قامت الوزاره باصطحابهم في حافلات مفتوحه قامت بجوله بالشوارع والميادين في اجواء غلبت عليها الفرحه والبهجه بالعيد. شكرا لك يا رئيس تحيا مصر. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد،
والقلب ما يريد واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها. شكرا لسيادة الرئيس، شكرا على اليوم الجميل ده، شكرا للضباط اللي لعبوا معانا النهارده. تحيا مصر، تحيا مصر. بشكر سيادة الرئيس على اليوم الجميل ده. تحيا مصر. هنا مصر اللي عشناها. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. قال مسعفون إن قوات إسرائيلية قصفت مناطق في وسط قطاع غزة خلال الليل، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين. كما قال سكان إن الدبابات واصلت التوغل في مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع. وأفادت السلطات الصحية في غزة بأن طائرات إسرائيلية قد قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 12. كما أصيب عدد آخر جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج وفي دير البلح. قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال قد ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 35 شهيد و130 مصابا خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا منذ 7 أكتوبر. وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن هناك أكثر من 47000 شهيد ومفقود في غزة بسبب ارتكاب الاحتلال أكثر من 3000 مجزرة، مضيفة أن 98% من الأطفال لا يجدون مياها صالحة للشرب. سلط مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب، وذلك بسبب استخدامها المفرط للقنابل في مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة. وأوضح المقال أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن أن تكرار استخدام القوات الإسرائيلية للقنابل في مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب الدولية، مؤكدا على ضرورة موازنة الأطراف المتحاربة بين حجم الضرر الذي قد يتعرض له المدنيون جراء أي هجوم وبين المزايا التي سوف يحققها ذلك الهجوم، وأنه ليس من المسموح به شن أي هجوم عشوائي على مناطق مأهولة بالمدنيين قبل توجيه إنذار مبكر لهؤلاء السكان. أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقلية شمالي الضفة الغربية. في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل من عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أطفال وأسرى سابقون. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيرة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 9300، وهذه الحصيرة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل أو عبر الحواجز العسكرية أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط أو من احتجزوا كرهائن. We'll be right back.
أكد مسؤولون أمريكيون أن اثنين من كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمعان مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سلوفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن. كشف البيت الأبيض عن أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هاندي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيجتمعان مع جاك سوليفان، بينما تعاد جدولة اجتماع حوار استراتيجي أكبر. وفي غضون ذلك تعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين على مدار الأسبوع على مستوى خبراء ومسؤولين كبار بخصوص مجموعة موضوعات مختلفة. اعتبر البيت الأبيض أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لتل أبيب مهينة ومزعجة وغير صحيحة. وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن تلك التصريحات كانت مخيبة للأمال بشدة نظرا لحجم الدعم الذي تقدمه واشنطن، وستواصل العمل على تقديمه لتل أبيب. أكد المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس واصفا إياها بالفكرة وأنه لا يمكن القضاء على فكرة. وفي المقابل قال مكتب نتنياهو في بيان إن المجلس الوزاري والأمني ملتزم بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية. التباعد يتواصل يوما بعد يوم بين مسؤولي سلطة الاحتلال، فبينما أكد المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري أنه لا يمكن القضاء على حماس واصفا إياها بالفكرة وأنه لا يمكن القضاء على فكرة، هاجاري قال إن أي حديث عن القضاء على حماس وإخفائها من الصورة هو بمثابة ذر للرماد في عيون الناس. تصريحات هاجاري قوبلت برفض فوري من مكتب بنيامين نتنياهو الذي أعلنت حكومته أن هجومها على قطاع غزة لن يتوقف حتى القضاء على حماس. وقال مكتب نتنياهو في بيان أن المجلس الوزاري والأمني ملتزم بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية. مأزق نتنياهو هو أن تعنت العقلية الإسرائيلية وفتحها جبهات متعددة يضعف الصف الداخلي، حتى بلغ بنتنياهو أن يطالب شركائه في التحالف بضبط النفس. وكان حزب الليكود الحاكم قد ألمح أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يسرب محادثات سرية من المجلس الوزاري. وبحسب صحيفة ديعوت أحرنوت، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الأمني الذين يتلقون مراجعات أمنية. وردا على ذلك أعلن حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب. نتنياهو لم يسلم من غضب الشارع أيضا، مع استمرار التظاهرات للعامة إلى جانب عائلات المحتجزين كان آخرها بمدينة عسقلان، والتي طالبت كسابقتها بإسقاط الحكومة من بين مطالب أخرى. أعلن حزب الله عن قصف موقع عسكري في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ كرد على مقتل أحد مقاتليه في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وتبنى الحزب في بيان عن هجوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا على ثكنة عسكرية في شمال إسرائيل ردا على الاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير كيبا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن. وأوضحت سنتكوم في بيان أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مضيفة أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.
تحتفل مصر والعالم اليوم باليوم العالمي للاجئين، وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها بهذه المناسبة إلى مواصلة مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص، حيث تستضيف اليوم لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية مختلفة. وتعيد مصر في هذه المناسبة التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، لا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهل الدول المضيفة. كما تؤكد مصر على أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يدرك التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة، وذلك بالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالجة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين، بما يساعد على خلق ظروف مواتية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى دولهم ويحول دون تكرار الأزمات بها. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة تأكيد المسؤولية الجماعية للعالم في مساعدة اللاجئين ودعم حقوقهم الإنسانية. جاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للاجئين ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وقال غوتيريش إن الصراعات والفوضى المناخية والاضطرابات تجبر أعدادا قياسية من البشر على ترك منازلهم وتؤدي إلى معاناة إنسانية عميقة. وأشار غوتيريش إلى أن أحدث الأرقام تظهر أن أكثر من 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد نزحوا قسرا، بينهم 43.5 مليون لاجئ. أكدت جامعة الدول العربية وقوفها إلى جانب ملايين اللاجئين حول العالم، داعية إلى العمل الجماعي من أجل النساء والفتيات اللاجئات. جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، خاصة العنف ضد النساء والفتيات. وذكرت الجامعة العربية أن النساء والفتيات يشكلن 51% من اللاجئين الذين يحتاجون للدعم والمساندة في المنطقة العربية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الاتفاقات مع نظيره الفيتنامي، ذلك خلال زيارة دولة يقوم بها إلى هذا البلد الأسيوي. ووقع الجانبان اتفاقات لتعزيز التعاون في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والطاقة وتغير المناخ والصحة. وقال بوتين إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يمثل دائما إحدى أولويات بلاده. من جانبه أكد الرئيس الفيتنامي أنه قد اتفق مع بوتين على تعزيز وتكثيف الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات النفط والغاز وتهيئة الظروف المناسبة للتعاون على مستوى القطاع الخاص، كذلك في مجال الطاقة المتجددة والأمن والدفاع. We'll be right back.
أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الجنوبية عن أسف بلاده لتعهد روسيا وكوريا الشمالية باتفاقية شراكة استراتيجية شاملة والإعلان بشكل صريح وعلني عن تعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية، وهو ما ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبدورها أعربت اليابان عن قلقها البالغ من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي توصل إليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بوتين يقول إن روسيا تدرس إدخال تعديلات محتملة في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تدرس إدخال تعديلات محتملة في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية. وفي ختام زيارته لفيتنام قال بوتين إن موسكو ليست بحاجة لشن ضربة نووية استباقية، مؤكدا أن القوات النووية الروسية دائما في حالة تأهب قتالي، وتنص العقيدة الحالية على أن روسيا ربما تستخدم مثل هذه الأسلحة ردا على هجوم نووي أو في حالة التعرض لهجوم تقليدي يشكل تهديدا وجوديا للدولة. كما أشار بوتين إلى احتمالية إرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن إرسال كوريا الجنوبية لأسلحة إلى أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية لتسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي وسترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة إليها لأوكرانيا قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن حكومة الولايات المتحدة قد اتخذت القرار الصعب، مشيرا إلى أنه من الضروري إعادة ترتيب أولويات عمليات التسليم المخطط لها على المدى القريب من المبيعات العسكرية الأجنبية لدول أخرى، وخصوصا صواريخ باتريوت وناسامس ليتم إرسالها إلى أوكرانيا. أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي أن سفراء الاتحاد قد اتفقوا على الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا. من المفترض أن تشمل العقوبات الجديدة إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا ونقل النفط الروسي. وفي وقت سابق رجحت صحيفة بوليتيكو أن يتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا، وذلك بعد أن تمكنت المفوضية الأوروبية من إيجاد حل وسط مع ألمانيا التي كانت تعرقل الاتفاق. ومن جهتها قالت وكالة رويترز إن سبب قلق برلين يعود إلى القيود التي تشمل الشركات الأوروبية في الأراضي الروسية. ذكرت السلطات الروسية أن مناطق عدة في روسيا استهدفت ليلا بهجمات أوكرانية شنتها بواسطة مسيرات، واستهدفت خزانات نفط ما أدى إلى مقتل امرأة. وضربت المسيرات مدينة سلافيانسك ناكوبياني في منطقة كراسنودار جنوبية البلاد، حيث قتلت امرأة على ما أفاد حاكم المنطقة فيتامين كوندراتيف. كما تم اعتراض 15 مسيرة وتدميرها في جمهورية أديغا في مناطق بريانسك وكراسنودار وروستوف وبيلغورود وأورلوف.
تضررت محطة كهربائية أوكرانية جراء شن لهجوم روسي واسع فجر اليوم. وأوضحت شركة داتك المشغلة للمحطة أن المحطة الحرارية طالتها أضرار جسيمة، وأن الهجوم أسفر عن وقوع 3 إصابات بين الموظفين. وقالت إن الهجوم هو السابع على محطات كهرباء أوكرانية خلال الأشهر 3 الأخيرة. وتشن موسكو في الأشهر الأخيرة عمليات قصف كثيف على المواقع الرئيسية لإنتاج الكهرباء وتوزيعها في أوكرانيا، وقد دمرت بحسب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دمرت نصف قدرة البلاد في هذا المجال. أهلا بكم من جديد، ونواصل نشرة 9. أكد رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال أن ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرو المنتمي إلى تيار الوسط سيخفض من فواتير الكهرباء وضريبة التركات، ويربط رواتب التقاعد بالتضخم إذا حقق الفوز في الانتخابات المبكرة، ذلك في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف وتتشكل تكتل يساري جديد. ينظر إلى الائتلاف الحاكم باعتباره الطرف الأقل حظا في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها ماكرون بعدما مني بهزيمة ثقيلة أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر. ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة على جولتين في 30 من يونيو الجاري والسابع من يوليو المقبل. يعرض ممثل الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا برامجهم أمام منظمات أصحاب العمل اليوم، وسيكون أمام كل حزب أو تحالف 15 دقيقة لعرض البرنامج قبل أن يرد على مدى نصف ساعة على أسئلة الحضور من منظمات أصحاب العمل ورؤساء ومدراء شركات. تنبأ استطلاع لصحيفة تليجراف البريطانية أن يصبح ريشي سوناك أول رئيس وزراء على الإطلاق يفقد مقعده في الانتخابات العامة. ولفتت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين الليبراليين في طريقهم لأن يكونوا خلف المحافظين مباشرة بحصولهم على 50 نائبا، وفقا لتحليل استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة سافانتا. تتوالى استطلاعات الرأي المرعبة أمام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والتي تتنبأ بهزيمة تاريخية للمحافظين في الانتخابات العامة في 4 من الشهر القادم. وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته شركة يوغوف لقياس الرأي أن حزب العمال سيحصل على ثاني أكبر أغلبية منذ الحرب العالمية الثانية، بينما سينخفض حزب المحافظين إلى أدنى مستوى له من النواب. ويظهر الاستطلاع أن حزب العمال في طريقه للحصول على أغلبية قدرها 100 مقعد، والتي تشير أيضا إلى أن حزب المحافظين سوف يتراجع إلى أدنى عدد من المقاعد في الانتخابات منذ تشكيل الحزب في عام 1834. التوقعات أشارت إلى أن حزب سوناك سينجح في 108 دوائر انتخابية فقط، وهو ما سيظل أقل عدد للحزب في تاريخه الممتد لنحو 200 عام في خوض الانتخابات البريطانية. صحيفة ديلي تيليجراف توقعت بدورها أن يصبح ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني في منصبه يخسر مقعده في الانتخابات العامة، مرجحة حسب قياسات الرأي أن يفقد 3/4 حكومة سوناك مقاعدهم أيضا، مع منح حزب العمال غالبية قدرها 382 مقعدا. ويبدو يوما بعد يوم أن بريطانيا على أعتاب إعادة رسم جذري للمشهد السياسي، فيما تزداد الضغوط على سوناك وحزبه لمحاولة تقليل خسائر حرب الإبادة التي يتعرض لها حزبه.
ضمن رئيس الوزراء الهولندي المنتهي ولايته مارك روتا الفوز بمنصب الأمين العام المقبل لحلف الناتو في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للحلف، ذلك بعد انسحاب منافسه الوحيد الرئيس الروماني كلاوس يوهانس. ومن المتوقع أن يقوم أعضاء الحلف وعددهم 32 بتسمية السياسي المخضرم البالغ من العمر 57 عاما رسميا في الأيام المقبلة. وينتظر أن يتولى مارك روتا مهام المنصب مع انتهاء ولاية الأمين العام الحالي يينس ستولتنبرغ في الأول من أكتوبر المقبل. شهدت شواطئ مدينة راس البر إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أجازة العيد الأضحى وهربا من موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد ويأتي إليها زوار من كل المحافظات. وقد استعدت مدينة راس البر بطواقم إنقاذ وفرق إسعاف تعمل من أول ضوء للشمس وحتى آخر ضوء وسط استعدادات مكثفة لمجلس المدينة بتجهيز الشاطئ وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ. ودائما ما تحرص أجهزة الدولة على الاستعداد بشكل كبير قبل الأعياد بتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل الحدائق والمتنزهات. وقد شهدت الحديقة اليابانية بحلوان توافدا كبيرا من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك. في خامس أيام عيد الأضحى المبارك توافد المصريون على الحديقة اليابانية بحلوان للاستمتاع بأوقاتهم وسط المسطحات الخضراء والمساحات الواسعة والمعالم اليابانية السياحية. جنينة المساحات الخضراء مشهورة بالمساحات الخضراء، مشهورة بالتماثيل اللي موجودة فيها والآثار الموجودة فيها بالبرجلات الخشبية، فهنا بتوفر في الحديقة الخضرة والمية والوجه الحسن زي ما بيقولوا. الواحد بيجي يقضي أعصابه هنا الدنيا تمام يعني، وبنشوف يعني مناظر حلوه وجميله، وبنقابل يعني اصحابنا واخواتنا وحبايبنا وجيراننا وكلنا هنا مع بعض في العيد يعني. جنينه كويسه زي الفل وامان وانضف حاجه على مستوى حلوان كلها، ودي امان في كل حاجه صدقني، بس انضف جنينه على مستوى حلوان كلها. كما شهدت حديقه النيل بالمعادي اقبالا من المواطنين الراغبين في قضاء اوقاتهم على ضفاف النيل وسط اجواء ممتعه. قبلها باسبوع بالظبط بنبدا نعمل صيانه للجنينه كلها وبنجهزها للجمهور. عندنا كافتيريا وملاهي للاطفال وحاجات مستعده ومباشره على البحر. جنينه جميله وبنجي هنا كل سنه وبيضيفونا بالمشروبات الحلوه والحمد لله يعني. وتحرص اجهزه الدوله على الاستعداد بشكل كبير قبل الاعياد بتقديم كافه الخدمات للمواطنين داخل الحدائق والمتنزهات ليقضي المصريون اجازتهم في راحه وامان. وكل عام وانتم بخير. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة، التفاصيل مع ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا لكما إلهام نمر وحكمة عبد الحميد، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التاسعة.
أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن قطع مبرمج للكهرباء عن بعض المناطق، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيكون في أوقات الذروة، أي من 11 صباحا وحتى 5 مساء، لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين حسب الحاجة. وأشارت الوزارة إلى أن توقيت قطع الكهرباء لكل منطقة سيتم الإعلان عنه قبل التنفيذ بساعة. أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين خلال التداولات وسط استقرار أسعار النفط وترقب المستثمرين لتعليقات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي سعيا لتأكيد رهانهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت أسعار النفط وهي محفز للأسواق المالية في الخليج بنحو 4% بفعل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وقبيل بيانات المخزونات الأمريكية. وصعد المؤشر القطري 2% واصلا مكاسبه للجلسة 13 في أطول موجة صعود خلال ما يقرب من عام. وهبط مؤشر أبو ظبي 2% متأثرا بتراجع سهم العالمية القابضة 1.3% وألف للتعليم 2.6%. في أسواق البترول العالمية تباينت أسعار النفط خلال التعاملات مع ترقب المستثمرين للبيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من الخام. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% إلى $85.10 للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 27% إلى $80.49 للبرميل، وزادت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى $2.52 للتر. هذا وقفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22% لتسجل $2.83 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف تقرير البنك الدولي أن شركة النفط في جميع أنحاء العالم أحرقت العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال 5 سنوات. وجاء في التقرير الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز التابع للبنك الدولي أن النمو في حرق الغاز محى أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021-2022، وأضاف أن الجهود العالمية للحد من الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن التضخم يوشك أن ينحسر بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15% العام المقبل، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية. هذا وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في مايو، لكن التغيرات الشاملة في السياسات الاقتصادية والتي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب، وبثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف. وقال وزير المالية التركي إن عجز الحساب الجاري سيقترب على الأرجح من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 6% في العام الماضي، مؤكدا أن العجز المالي تحت السيطرة. أكدت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل بشكل عام احتفظ بقوته على الرغم من التراجع التدريجي. وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بنحو 5000 طلب لتصل إلى 238,000 خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، وجاء ذلك بعد أن ارتفع العدد إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في الأسبوع السابق له. We'll be right back.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وحكمة استكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى عمر. صوت مجلس النواب الياباني ضد اقتراح بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ذلك عقب سن قانون معدل لمراقبة الأموال السياسية، والذي تعرض لانتقادات لعدم تمكنه من تحسين الشفافية المالية في البلاد على المستوى السياسي. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أنه تم تقديم الاقتراح من خلال الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، ودعمه أيضا ثاني أكبر حزب معارض في البلاد وهو حزب الابتكار الياباني وأحزاب صغيرة أخرى، فيما رفضته الكتلة الحاكمة المكونة من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا وشريكه الأصغر حزب كوميتو والذي يشغل أغلبية المقاعد. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية مرة أخرى وزميلتي ليلى عمر. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي، يليه منتخب فرنسا بينما جاءت بلجيكا في المركز الثالث، وتقدم منتخب البرازيل مركزا واحدا ليصبح الرابع عالميا. وشهد التصنيف الشهري للمنتخبات تقدم منتخب مصر إلى المركز 36 عالميا وثالث أفريقيا، بينما تقدم منتخب المغرب إلى المركز 12 عالميا والأول أفريقيا. أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. هذا وقررت الرابطة تغريم نادي الزمالك 50,000 جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير خلال مواجهة المصري البورسعيدي. كما تم توقيع غرامة مالية على الزمالك بقيمة 25,000 جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على حكم المباراة. كما قررت الرابطة تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني لنادي الزمالك إلى لجنة الانضباط. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه اليوم دون راحة على ملعب التتش بمقر نادي بالجزيرة، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية غدا الجمعة في 7 مساء على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة 12 من الدوري الممتاز. حقق المنتخب المصري للناشئين لكرة الماء الفوز على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 10-6 في الجولة 3 من دوري المجموعات ببطولة العالم التي تستضيفها مالطا وتستمر حتى 25 يونيو الجاري. بهذه النتيجة حل المنتخب المصري في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط خلف المتصدر منتخب مونتينيغرو، حيث فاز المنتخب في الجولة الأولى على سلوفينيا بنتيجة 17-15، بينما خسر من مونتينيغرو في الجولة الثانية بنتيجة 12-4. بذلك يتأهل المنتخب المصري إلى الدور 16 من بطولة العالم لكرة الماء. تعادل منتخبا صربيا وسلوفينيا بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة أمم أوروبا 2024 المقامة بألمانيا. جاء هدف منتخب سلوفينيا عن طريق زان كانيكان في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أحرز لوكا يوفيتش هدف التعادل للمنتخب الصربي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب سلوفينيا لنقطتين في المركز الثاني مؤقتا، بينما يحل منتخب صربيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
حسم التعادل الإيجابي أيضا مباراة منتخب الدنمارك ضد إنجلترا التي جمعتهما على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية. وتقدم منتخب إنجلترا بهدف عن طريق هاري كين في الدقيقة 18 وتعادل مورتن هيولمان في الدقيقة 34 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. يلتقي منتخب إسبانيا ضد إيطاليا بعد قليل في تمام العاشرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية. يخوض منتخب إسبانيا وإيطاليا مباراة الليلة باحثين عن النقاط الثلاث لضمان صدارة ترتيب المجموعة الثانية، خاصة أن كليهما يمتلك انتصارا في رصيده من الجولة الأولى. ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لحكمة وإلهام إليكم. شكرا لك ليلى. قدمت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ونائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلس تأكيدات للنازحين في بابوا غينيا الجديدة بأن أستراليا ستقدم المساعدة بعد أن تأثرت المنطقة بانهيار أرضي كبير الشهر الماضي. وأعلنت الحكومة الأسترالية عن تقديم 1.3 مليون دولار لدعم جهود إعادة الإعمار في المنطقة، ويأتي هذا الدعم في الوقت الذي تواصل فيه بابوا غينيا الجديدة مواجهة آثار الكارثة التي وقعت في مقاطعة إنغا النائية التي تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 670 قرويا وتشريد 1650 بسبب الانهيارات الأرضية. وإلى أخبار الأرصاد الجوية والطقس، نعود مرة ثالثة وأخيرة فيها إلى ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 38، الصغرى 27، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-23، بورسعيد 34-25، والإسماعيلية 38-24. ننتقل إلى السويس 38-24، العريش 34-22، طابة 37-26، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 40-30. أما في الأقصر فالعظمى 45، الصغرى 30، أسوان 47-30، الوادي الجديد 44-30، شلاتين 44-30، وأخيرا حلايب 39-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع أبرز الأقصى لهذا اليوم.
وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكرة بأبرز الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، ويوجه بتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. مدبولي يعلن تشكيل خلية عمل لمتابعة أزمة وفاة الحجاج المصريين، ويعد باتخاذ قرارات حاسمة ومعاقبة الشركات التي رتبت لرحلات الحج غير النظامية. بلينكين وسليفان يجتمعان مع مستشارين لنتنياهو في واشنطن، والبيت الأبيض يصف تصريحات نتنياهو عن تسليم الأسلحة الأمريكية بالمهينة. انتهت نشرة التاسعة، شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.